السلام عليكم أصدقائي. فيديو اليوم عبارة عن مقالة بعنوان هل في منزلنا ضيوف أم هم معاقون؟ من إبداع كاتب سعودي. مهلا، اسمعها. فقد يكون في بيتك معاقون وأنت لا تعلم. مشهد يتكرر في كل بيت: شاب أو شابة في مقتبل العمر وأوفر الصحة يعيش في بيت ذويه، يستيقظ صباحا ويترك فراشه دون ترتيب، فالأم ستتولى ذلك، ويستبدل ملابسه ويتركها للغسيل متناثرة في أي زاوية أو ركن، فالأم ستتولى جمعها وغسلها وكويها وإعادتها للغرفة. يقدم له الطعام جاهزا ليتناوله قبل ذلك أو بعده، لا يتعب نفسه بغسل كوب أو صحن، فالأم ستتولى كل ما يترتب على هذا. يذهب لمدرسته أو جامعته ويعود لينام أو يسهر على سناب شات أو تويتر أو انستغرام أو مشاهدة حلقات متتابعة من مسلسل جديد. يتخلل ذلك واجبات تقدم له جاهزة، وكل ما عليه هو أن يأخذ برأيك ويمد يده ليأكل. جزاه الله خيرا على ذلك، ويعاود الجهاد أمام شاشة هاتفه أو الآيباد أو اللابتوب. وأحيانا في أوقات فراغه قد يتكرم في الجلوس مع بقية أفراد أسرته، لكنه حاش أن ينسى أن يتصفح شاشة هاتفه ليظل حاضرا وقريبا من أصحابه الذين يقضي معهم جل أوقاته، حتى لا يفوته لا سمح الله تعليق أو صورة أو فضول فيما يفعله الآخرون. صاحبنا هذا لا يساهم ولا يشارك في أي مسؤولية في البيت ولو بالشيء القليل، يترك المكان في فوضى ويزعل إن لم يعجبه العشاء، وإن رأى في البيت ما يستوجب التصليح أو التبديل يمر مر السحاب. طبعا التصليحات مسؤولية والده، أليس كذلك؟ والتنظيف والترتيب مسؤولية أمه فقط. انتهى المشهد. تفكرت فيما أراه حولي وتوصلت لنتيجة واحدة: أظن أننا نجحنا في صنع جيل معوق. نعم، جيل معاق وبتفوق. لدينا الآن جيل معظمه يتصرف وكأنه ضيف في منزله، لا يساعد ولا يساهم ولا يتحمل أي مسؤولية حوله، من سن المدرسة إلى الكلية وحتى بعد حصوله على الوظيفة. هو وهي يعيشان في بيت والديهما كضيف، ولا يعرفان من المسؤولية غير المصروف الشخصي ورخصة قيادة السيارة، ويبقى الأب والأم تحت وطأة المسؤوليات عن البيت حتى مع تقدم العمر وضعف الجسد، فالوالدان لا يريدان أن يتعبوا أولادهم. تقدير وتحمل المسؤولية تربية تزرعها أنت في أولادك، لا تخلق فيهم فجأة ولا حتى بعد الزواج، لأنهم بعد الزواج سيحملون الثقافة التي اكتسبوها من بيوت أهليهم إلى بيت الزوجية. وأي ثقافة تلك؟ ثقافة الإعاقة؟ وبالتالي جيل لا يعتمد عليه أبدا في بناء بيت أو أسرة أو تحمل مسؤولية الزوجة والأولاد. فهل هكذا تأسست أنت أو أنت في بيت أهلك؟ إن كان نعم، فكيف هي نتائج تأسيسك؟ إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى من هذه المقالة أن تنال إعجابكم وأن تستفيدوا منها، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.